احنا كثيرا تألمنا بما حدث للشعب السوري والشعب التركي، وأطلقنا مبادرة راح تكون إن شاء الله مستمرة في سبيل أن نضع بلسم ولو بسيط على جراح الشعب السوري والشعب التركي. الآن احنا قافلة راح تتوجه إن شاء الله إلى تركيا، وأيضا أهلنا بالموصل نظموا نفسهم ويجمعون أيضا تبرعات أخرى. إن شاء الله راح تستمر هذه القوافل في سبيل أن نساهم في تخفيف معاناة ولو جزء من أهلنا في سوريا وجزء من شعب تركيا.